النمر، القط الأكبر بين جميع القطط البرية. هو من الحيوانات المفترسة الآكلة للحوم، ويتغذى على ذوات الحوافر مثل الغزلان والخنازير وغيرها من الحيوانات. يحب العيش في الغابات. النمور ترتبط بثقة وسيطة بالأسود، وهي من الثدييات تتبع فصيلة السنوريات. هي القطط الكبيرة الأكثر انتشارا بالعالم، تتواجد في آسيا وأوروبا وأفريقيا. يبلغ طول ذيله حوالي 90 سنتيمتر، وزنه 240 كيلو جرام، طول أسنانه 10 سنتيمتر. تتعدد أنواع النمور: النمر الهندي، ونمر جنوب الصين، ونمر هند الصينية، ونمر سومطرة، ونمر غامور. وعند الافتراس تقبض النمور على عنق فريستها لخنقها. وعلى الرغم من أن النمور تعد من الحيوانات الشرسة في الصيد، إلا أنها تفشل أحيانا. تعيش النمور بشكل انفرادي باستثناء الأمهات.